الضابط بس يعرف شنو سبب القاب قبض. قال له شنو يعني انت زين؟ بابا انت شارب ايش قد؟ ودعمت ما خليت حياتي ما بلشت. قال اختبرنا ما شاء الله مرتاح. قال له عمي انت قال اسالني. قال له زين راح اسالك، دخل لي كلمه حلو بجمله مفيده. قال صدق كذب؟ ذهبت الى البيت دقيت الباب ما حد رد علي. قال له وين الحلو؟ قال اصبر شوي. قال له ما شفت واحد عبرت السياج نزلت من السطح على الدرج. قال له ابني وين الحلو؟ قال يا سيد اصبر شوي. قال رحت للمطبخ صحت على ام البيت ما جاوبتني. قال له وين الحلو؟ قال يا سيد اصبر شوي. قال رحت للاستقبال ما لقيت ام الولد. فتحت غرفه النوم لقيت ام الولد ويا واحد. قلت له